بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وصحبه سلسيمة. يقول السائل: يعني عندي زوج نتاع النساء، عندي الأولى وعندي الثانية، وزوج عندي معهم الوليدات، والمرأة الثانية عندي معها واحد الوليد، درت معها المجهود، عاونته باش مشى للخارج، يسر الله له، وبعد ذلك صار يبر أباه، يعاون أباه وكذا. فقام الوالد حفظه الله تعالى بهيبته، يعطيه شي هيبة ولا كتب له مثلا دار، وكتب له شلة تاع الصويلحات، وكيسأل هذا الوالد واش هالعمل اللي دار يعني الحكم ديالو الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى صحبه وسلم. الرجل إذا تزوج أكثر من امرأة، من امرأتين فأكثر، واجبه أن يقوم بالعدل بين نسائه. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن المسلم إذا تزوج امرأتين فمال إلى إحداهن دون الأخرى بعث يوم القيامة وأحد شقيه مائل. والميل إلى زوجة على حساب الأخرى لا يكون ميلا فقط لها بذاتها، ولكن يظهر ذلك في تعامله مع أولادهما. كتشوفك يعطي مثلا الوليدات متاع الثانية ويترك الوليدات متاع الأولى، فوجب علي أن يعدل مع الزوجتين ومع أولاده كلهم، لا من الأولى والثانية، ذو قاع أولادك. ولذلك فكون هذا الولد يبرك ويدير فيك الخير هذا واجب عليه، لأن أنت أبوه. وكون الآخر ما يديرش فيك الخير ولا هو عصى الله فيك، وربما ما عندوش باش يدير فيك الخير، لكن أنت يظل كلهم أولادك، فعليك أن لا توثر أحدا بعطية دون الآخر. وإليك الدليل، إن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه كان صبيا صغيرا، فذهب به البشير بن سعد والده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة، أي أعطيته عطية، وقالت لي زوجتي: لن أقبل ذلك حتى يشهد على ذلك رسول الله، فجئتك لكي تشهد على هذه العطية. فقال عليه الصلاة والسلام: أكل أولادك أعطيتهم مثل ما أعطيت لوالدك النعمان؟ قال: لا يا رسول الله. قال: لا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا جور أي ظلم، هذا ظلم حينما آثرت ولدا بعطية وحرمت الآخرين، فعليك أن تتقي الله وأن تعدل. وانت ما حدك ما زرك حي، الحل ديالها وحدة من زوج، إما أن تعطي لكل أولادك كما أعطيت لهذا إلى عندك باش تكون مهني إن شاء الله تعالى، لأن كونك تعطي الواحد وما تعطيش الأخرين هذا يجعل أولادك الذين حرموا بعطيتك أنك تفضل الأبناء على إخوانه، ولذلك سينقمون عليك، ومنهم من سيتغير قلبه عليك. إذا فإما أن تعطيهم جميعا كما أعطيت الابن ديالك، وإما إن شاء الله تبارك وتعالى أن تسترضي أبنائك، تقول لهم: الله يجزيكم بخير، أنا راني غلط وراني أعطيت له، وكان بالإمكان باش نعطيكم كاملين، ولكن ما عنديش باش نعطيكم كاملين، ولكن أنا درت هذا الشيء فأنا بغيت نسترضيكم. فإن فعلوا وإلا إن شاء الله تبارك وتعالى يقوم بالخطوة الثالثة، وهي أن يفهم الولد ديالو اللي عطاله، ويقول له: يا ودي هذا الشيء راه ما يجوزش من الناحية الشرعية، وانت ولدي ما غاديش تبغي عليا، وغادي تقلع له هذيك المسألة وتخليها على سميتك حتى إذا جاء الأجل والآجال مكتوبة، فإنهم سيقتسمون الورثة كما قسمها الله تعالى من فوق سبع سماوات، وتكون أنت مهني. ما تديش على الكاهل ديالك أنك ظلمت أحد أبنائك، فعليك إن شاء الله أن تستدرك ما فات. فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا الحكمة يا رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد.